السلام عليكم، مجددا معكم قناة هز دنيتك التعليمية 99، هز دنيتك 99 التعليمية. وأساسا تعلم اللغة الإنجليزية لفائدة المبتدئين. أسأل كل المشاهدين والمشاهدات أن يشاركوا في هذه القناة وأن يفعلوا الجرس ولما تعليقات حتى يكون هذا الدعم دعما كاملا، وجهودكم مشكورة. كل هذه الجهود النابعة من قلب المحبة إلى أخيكم الأستاذ عز الدين حمراوي، الذي ينوي أن يتم هذا المشروع، مشروع تعليم جميع اللغة الإنجليزية لفائدة جميع المستويات، ابتداء من تلاميذ أقسام سنة 9. مرحبا بكم. أبدأ الدرس متعلق دائما بوحدة 13، يونت 13، celebrations أو ما يسمى بالاحتفالات. نعم، توقفت في الدرس السابق عند هذا الدراسات الثقافية، cultural studies. As you can see, dear viewers، أعزائي المشاهدين، أعزتي، يبدأ السؤال: match the titles with the celebrations. Okay, and this is on page 112. Yes, 112. ها كيما كتشاهدوا، فديما كنتكلموا على الوحدة ديال celebrations. Celebrations, okay. Unit 13. احتفالات طبعا. فقلت صفحة 112. 100 sorry 112 page and the book is focus yes focus student's book now match the titles سل العناوين the titles هما العناوين ها لاحظوا باللغة العربية العناوين لحقاش جمع title هو عنوان ولكن عندنا titles with the celebrations نصلهم مع كما كتشوفوا عندنا ثلاثة ديال الصور فعلى اليمين ثلاثة ديال الصور on the right وحاطين كل صورة بطبيعة الحال هذه متعلقة ب dragons يعني New Year Chinese الصورة الثانية فيها يعني مكة أو يعني الحج مقام الحج والصورة الثالثة بطبيعة الحال عندها علاقة بالهند والاحتفالات التي يعني يحتفى بها بالهند فانا رتبت هذا الشيء فعندكم A the pilgrimage to the Ganges يعني هذاك الحج اللي عنده مع نهر الغنج و B the pilgrimage to Mecca حج الى مدينة مكة يعني قصد فحجة لغة يعني قصبة مكانا معينا وعاد تصطلح عليه بطبيعة الحال ثقافة ثقافيا ودينيا بمعنى يعني القيام بفرض من الفرائض الإسلام أو أركان ركن الأركان الخمس ركن الإسلام الخمسة عدد أعزائي سي تشاينيز نيو يير إذا حاولت أنا نربطهم هذا العنوان أي ها فين حطيناه سو أي إت هابنز تحدث في الهند إن إنديا بيبول جو نير ذا ريفر جانجز كيمشيو القرى they wear new clothes كيلبسوا ملابس جديدة and jewelry مجوهرات they sing dance and swim in the sacred سيكرد باش نحتاج بس سيكرد ريفر اذا سيكرد كتعني مقدس بكل بساطة ساكري اون فرونسي اون دي ساكري سيكرد ريفر نهر المقدس سي هذا سي ريفيرز تو دي هاب تكست هذا ذا ديت اوف ذا سيلبريشن تاريخ هذا تشينجز افري يير يعني ما محدد بات ات يوجوالي تيكس بليس تو تيك بليس هي كتحدث كتوقع ان جانوري اور فبراير يعني في جانفي يناير او فبراير people make huge paper dragons هذوك الناس يديروا تنين من الورق ولكن تيكون كبير they wear masks وكيلبسوا يعتقدون اقنعة فيما يتعلق بالنص الثالث بي فربطنا بهذه المعلومة كلها خصكم ديروا انا اساسا هنا فعطيكم كنجيو باش نعطيكم حلول ها فانتم عطوني شي حلول فعطوني شي حلول عن طريق اليوتيوب وطني فارجوكم أعزائي المشاهدين لا تنسوا الاشتراك في القناة عز دين ادوك
تساين ما تنساوش اوكي نعم it takes place يعني تتحدث او كتوقع في تاريخ معين in Mecca every year كل سنه ولكن كل سنه ما فيهاش هادو كيغيرو changes الاسلام ما عندوش كل سنه في العاشر in the 10th of the الحجه which is Arabic which is sorry it's not Arabic it's an Arab month ماشي Arabic sorry it's an Arab بي كنقول شهر عربي بمعنى Arab month Arabic ديما عندها علاقة باش باللغة ملي كتسمعوا Arabic عرفوا راه اللغة العربية فهمنا أساتذة فما تدوش عليا just a slip of the tongue زلة لسان فأنا ما كنعش بزاف كنحاول أنني باش نقرب للبكالوريا المقري فما تدوش عليا slip of the tongue هي زلة لسان فاللغة العربية قلت العربية هي Arabic ولكن ملي كتشوفوا Arab بمعنى العربي ولكن ممكن توصفه بشهر عربي العالم العربي the Arab world مثلا فأعتذر فقلت بأن the Arab yes here we talk about every year it is one of the five pillars أركان الخمس of Islam Muslims all over the world from five continents من خمس قارات come to this pilgrimage and practice many okay مارسو عديد من الطقوس كما قلنا ميني هي العديد ميني فديجا كنشرح ولكن كنعاود عاوتاني العديد من الطقوس ريتوال ريتوال ريتوالز تقسم الطقوس يعني الرجم والتلبية لبيك اللهم لبيك إلى ما ذلك من الطقوس الصلاة والنحر يس اي سيد الطقوس ريتوالز كل ديانة فيها طقوس معينة نعم أعزائي المشاهدات فكما ترون فالجزء الأول من cultural studies أو هذا المشروع اللي هو دراسة ثقافية علاش for which reason we are doing this so that to make to open your eyes towards other cultures and other words and other ways that people live or try to manage their daily life, no matter what this is related to. It may be related to religion, to politics, economy, and other all sectors of life. So this is culture, as I explained before. Now I move to number two, and this concerns a right short description of a Moroccan celebration. So this concern basically producing a piece of writing on of your own يعني بالأسلوب ديالكم لكن أعتقد بأن من الصعب أن تكتبوا فالآن حاولوا تستفدوا من هذه العبارات لأن لي مو أبارتيان تو الموند فأنا تركت في المرحلة الأولى ما كنتش كنعرف ولكن الحمد لله كما قلت one must learn so that one can teach ينبغي على الشخص أن يتعلم قبل أن يعلم كذا مثلا فأبدأ رغم ان يعني حجم الخط تيبان صغير ولكن باش تعاودوا المشاهدات اوكي ذي ستارتس ويز هادشي كيبدا باش كيبدا اون ذا اوكيجن ما كنقولوش اون ذا لا برونونسياسيون راه كندير معاكم كلشي فوكابيلو جرامر تاع لا فونيتيك تنقولوا اون ذي علاش الا لقاش ليك موراها فويال اون دي لي فويال ما نقولوا ذا مان اوكي ذا مان الرجل ذا وومن ممكن تقول ذا ديك الفتحه ديال الضمه اللي كنقولوا حنا باللغه العربيه يعني شنو نقول حركات نعم حركات هما اللي عندنا في لونجلي سونورنس يعني سونورنس و يس اون دي اوكيجن بمناسبه اوف عيد الفطر اولموست تقريبا سجلوا عندكم All Moroccan, فعرفون Moroccan كيفاش كتكتب double C, فMoroccan ما عنديش الاسم, All Moroccan people, قاع الناس المغاربة eagerly, eagerly هي كتعني eagerly بحب, بقوة, بشدة, حب بشدة, يعني بشدة أو تبلو المغاربة تقريبا قاع المغاربة love, هذه love هذه, L-O-V-E, eagerly يعني يحبون بقوة برغبة شديدة eagerly. Love, love to celebrate
such a religious event, هذا الحدث الديني religious after almost تقريبا بعد after هي بعد after after بعد almost كما شفت هي تقريبا a month of fasting تقريبا بعد تقريبا شهر من الصيام fasting to fast هي صام يصوم it is يعني هذه المناسبة celebration ممكن نقوله this celebration ممكن okay عندكم احتمالات كثيرة this celebration is on the first of شوال هو فاتح كتكون فاتح شوال immediately يعني مباشرة ماشي بسرعة ولكن المعنى ديال بونغري هنا immediately مباشرة after Ramadan women almost don't sleep a wink ما كينعسوش ولو غمضة wink كاين verb وده اسم to wink is to is to close your eyes and open very quickly as a signal a private signal to something or when you greet somebody that you know you just wink okay so you close and you open your eyes very quickly بسرعه ما نقولهاش هذاك هذا هو الوينك اذا ما كي غمضت عين ما كيغمضوهاش النساء they stay up ما معنى stay up يعني كيسهروا to stay up هي معنى صافي veille toute la nuit they stay up the whole يعني برمتها the whole night why what doing what preparing كي يوجدوا breakfast الفطور now it's not any bread but special واحد الفطور خاص كنديروه حنايا المغاربه في عيد الفطر special breakfast كيف فيه cakes and so many breads and things like that coffee whatever you like breakfast for their relatives من اجل ماذا من الاقارب ديالهم when they finish doing the عيد prayer صلاه العيد ملي كيساليو من انهاء القيام بصلاه العيد the عيد prayers اذا to pray هو صلى يصلي والprayer هي الصلاه ولا الصلوات اوكي واضح the prayers it is apparently apparemment بكل وضوح it is apparently part هو جزء part هذه P A R T it is apparently part of Moroccan إذا سمحوا لي نسيتها راكم عارفين كيفاش كتكتب Moroccan it's جزء من of Moroccan culture Moroccan هذه نكتبها هنايا أعزائي culture ça fait partie de la culture marocaine de quoi yes to wear c'est de s'habiller يعني كيكون عندنا دي نوفو زابي كيديرو دي نوفو فيتمون كيشريو الناس الحوايج جداد تو وير ارتدى يرتدي قلنا وير هو يرتدي ها تو وير يرتد ارتدى نيو كلوز ملابس جديده اند جريت جريت قلنا هي كتحيي كتسلم تحيه هي جريتينغز اند جريت ايتش اذر ايتش اذر صافي بعضنا البعض كنحيو بعضنا البعض ذا هول 3 دايز اوف ذيس سيكريت يعني تقريبا ثلاث ايام كامله من هذا الشهر المقدس ف sacred كما قلنا حتى ديجا او already I explained all I already explained the word sacred means sacré يعني sacred يعني مقدس فهذا الشهر هذا مقدس كما قال الله عز وجل منهم أربعة حرم من عدة شهور عند الله 12 نعم اعتقد اعزائي اعزائي المشاهدات فاكتفي بهذا القدر ولا تنسوا الاشتراك حتى دائما اتيكم بكل جديد فيما يتعلق باللغه الانجليزيه فانا كما تعلمون كنت خريجا منذ اكثر من 20 سنه فلله الحمد thank God for this and I hope you all the love and joy happiness as well and that your candle of hope keeps glowing all your lifetime يعني خلال كل العمر ديالكم وشكرا اعزائي اعزائي المشاهدات thanks once more and yes a very special greeting from Mr. Azdin Hamraoui